السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة البحث العلمي. معكم الدكتور محمد سعد. هنتكلم في فيديو جديد عن الماتيريالز اند ميثود، اللي هي بنقول عليها المواد الخام والخطوات اللي انت عملتها في المعمل. تمام، ده بيبقى ترتيبها السكشن الرابع في الساينتفك بيبر، اللي هي الورقة البحثية، بعد الكلام اللي احنا هنقوله از ريفيجن، اللي هو ايه بقى، اللي هو التايتل. قلنا التايتل دايما احنا بنشرح ملخص عن الفيديوز السابقه عشان ما تنساهاش وتبقى في دماغك، لو عايز ترجع لها بالتفصيل هترجع للفيديو اللي بيشرحها. طيب احنا بنقول هنا التايتل اللي هو العنوان، بنقول لك ما تنساش ان العنوان لازم يكون simple, clear, attractive, accurate, self-explanation, explain what the researcher has done. يعني بيكون بسيط، موضح، جذاب للقارئ، accurate يعني موضح، يعني accurate دقيق، سيلف اكسبلانيشن واكسبلين اللي هي الخطوتين اللي في الاخر او الصفتين اللي في الاخر، ده معناه ان هو بيشرح ايه اللي جوه البحث. تمام، لازم يكون جذاب عشان يجذب القارئ. تاني حاجه قلناها اللي هي الابستراكت، قلنا اللي هو النبذه المختصره او المختصر. بنقول مختصر يبقى انت طبعا محدد بعدد كلمات طبعا حسب كل مجله. قلنا طبعا لابد ان هو يحتوي على الهدف من البحث اللي هو ذا بيربس اوف ذا بيبر، يتكلم عن جنرال ماتيريالز اند ميثود اللي احنا هنشرحها النهارده، يوصف لي المواد الخام اللي انا استخدمتها او الايه طريقه الايه العمل التجارب المعمليه. طبعا بيجيب لي او بنذكر فيها اللي هي اهم الريزلتس اللي انت طلعتها في البحث بتاعك. بعد كده بتكتب لي اهم الكونكلوجنز ايضا اللي انت ايه اللي انت استنتجتها في خلال عمليه البحث. اهم حاجه برضو في الابستراكت ان انت ما تنساش تكتب في اخر خطوه الابلكيشنز اللي هي التطبيقات على ايه على البحث اللي انت عملته ده، دي مهمه جدا جدا. طيب الحاجه الثالثه اللي هي كانت الانترودكشن، كنا بنقول انترودكشن انت بتدينا خلفيه او كنا بنقول عليها بتعمل فرشه لاي حد هيقرا البحث. قلنا الفرشه دي لازم تبقى موضحه، شورت، كلير، اتراكتيف، لازم تبقى احنا هنعتبرها كانها حدوته، الحدوته عشان اي حد يقدر يكمل معاك ويسمعها لازم تبقى ايه تبقى شيقه وجميله. قلنا ما تنساش ان انت هتكتب فيها ليه الشغل اللي انت بتقوله ده مهم، لازم تقول للقارئ ده شغل ده ما فيش احسن منه، ده شغل مهم جدا. تمام، عشان تشجعه تبدا تقول له والله انا اللي حفزني كذا، تقول الموتيفيشنز بتاعتك. بعد كده هتبدا تشوف الناس وصلت لايه، انت مش اول واحد تشتغل في الشغل ده، فانت بتكتب الناس وصلت لايه، والناس ما عرفتش تعمل ايه، فانا هعمله في البحث ده، انا هقدم الايه الجديد دلوقتي. تمام، ما تنساش ان انت لو كتبت اي ابريفيشن ما تنساش ان انت تعرف الابريفيشن الاختصار ده هو عباره عن ايه. تمام، ما تنساش تكتب طبعا زي ما احنا قلنا هدفك من الايه هدفك من البحث، وما تنساش تكتب النوفلتي اللي هي الجديد بقى اللي انت عملته. تمام، قلنا لو انت عايز الشكل ده هيبقى في، لو انت عايز تكتب مقدمه وانت مش فاكر الكلام ده كله تذكر الشكل اللي هو اللي قدامك ده، الشكل ده اللي هو طريقه الكون اللي هو احنا بنقول عليه المخروط او الايه او الأمع. القمع ده عبارة عن ايه؟ بنقول ان هو طبعا بيبقى كبير من فوق وطبعا بيبقى ايه؟ بيبقى صغير من تحت. انت طبعا بتبدأ من العام اللي هو الجنرال تو سبيسيفيك، تبدأ من عرض عام عن الموضوع، بعد كده تبدأ تقلل واحدة واحدة، تكتب الناس وصلت لإيه، بعد كده تقول افتراضاتك الهايبوثيسز، تبدأ تقول طريقتك في الحل، وبعد كده تدينا البروبوزد سوليوشن. يبقى أيضا ممكن نقول الانترودكشن بتبدأ من الجنرال للسبيسيفيك، هي عبارة عن رود ماب، عبارة عن طريقة لإيه؟ او بدايتها البروبلم نهايتها اللي هو السوليوشن اللي انت هتعمله. ده ملخص بسيط عن الفيديوز اللي فاتت، لو انت عايز تعرفها بالتفصيل هترجع لها. طب الفيديو بتاع النهارده قلنا بيتكلم عن ايه، بنقول يا جماعه ده بيتكلم عن الماتيريالز اند ميثود. ببساطه جدا بقول لك الماتيريالز اند ميثود هي عباره عن ريسايبي، عباره عن وصفه، وصفه لايه، اعتبرها طبخه. تمام، الطبخه هي ايه، هنعتبر ان انت عملت بيتزا مثلا. تمام، واحد بيقول لك انا عايز اعمل بيتزا زيك، هتقول له ايه، هتقول له والله انا عملت 1 2 3 4 صح، يبقى انت بتقول له الخطوات اللي هو لو مشي عليها هيعمل البيتزا زي اللي انت عملتها بالظبط. طب بنقول يا جماعه يبقى انت الماتيريالز اند ميثود الجزء ده هدفه ايه، هدفه ان انت بتدي القارئ ديسكريبشن، الديسكريبشن ده لما بيمشي عليها بيقدر يعمل دوبليكيشن للورك اللي انت عملته او الاكسبيرمنت. يبقى احنا بنقول تاني انت هتفترض ان انت واحد جه انت عملت له بيتزا عجبته قال لك عملتها ازاي، هتقول له وصفه بحيث ان هو يعملها زي ما انت عملتها بالظبط. تمام، بنقول ما تنساش ان هي لازم تكون مترتبه ترتيب زمني، يعني انت عملت ايه ثم عملت ايه ثم عملت ايه ثم عملت ايه اند سو اون وهكذا. طيب بنقول في الماتيريالز اند ميثود ما تنساش ان انت عايز تجاوب على كام سؤال، ثلاثه اللي هم هاو، ازاي انت عملت الكلام ده،
وير ده لما تكون انت وليكن جبت عينات من مكان فلاني. طبعا في بحث بيبقى معتمد على ايه، انت ما بتصنعش عيناتك، انت بتجمع عينات من المكان الفلاني، بتدرس عينات جايه من المكان الفلاني، عايز تشوف مثلا والله المنطقه دي فيها عينات مثلا او عناصر مشعه مثلا كاكزامبل. العناصر المشعه دي انت عايز طبعا هتجيبها من مكان معين، فانت بتقول انا جبت العينات دي منين، صح ولا لا؟ طيب لو انت وليكن بتدرس تغيرات بيئيه او ظروف او الكلام ده كله، يبقى انت عايز تجاوب على السؤال اللي هو وين، امتى حصل الكلام ده، يبقى انت لازم تجاوب فيها على هاو وير وين. ده لو كان طبعا انت محتاج تجاوب على الثلاث اسئله. طيب بنقول تاني خصائص الماتيريالز اند ميثود، انا مجمعها لك قدامك على الشاشه. بنقول طبعا لازم تذكر فيها الماتيريالز المستخدمه، ذا يوزد ماتيريالز، الاكويبمنت اللي هي طبعا الاجهزه اللي انت استخدمتها بالبراند نيم بتاعها. طبعا هتكتب ان الجهاز ده الجهاز الفلاني بالموديل الفلاني بالرقم الفلاني، تمام؟ وتكتب الميثودز، الطريقه اللي انت جمعت بيها الداتا، انت عملت ايه، انت سخنت عند درجه حراره كام، انت عملت ايه بالظبط، بتوصف الكلام اللي انت عملته في المعمل بالظبط، تمام؟ بنقول الاكسبيرمنتال بروسيجر بتتشرح بالتفصيل. بالتفصيل مش معناها تفصيل ممل بقى، يعني احنا نكتب مثلا 3 4 صفحات في الماتيريالز اند ميثود، لا طبعا، انت بتشرح لواحد المفروض هو راح معمل ومتدرب، فطبيعي انت لما تقول له ان احنا هنعمل الحاجه دي بطريقه واضحه هو هيعرف يعملها، ما بتكتبوش خطوه ستيبس زي اللي هي بتبقى موجوده مثلا في الكتاب العملي مثلا، لا الكلام ده مش ده المطلوب من او ده المقصود في الماتيريالز، تمام؟ بنقول طب نفترض ان انت كنت عملت بحث او انت الطريقه دي كانت مشروحه في بحث الفلاني، بنقول ممكن انت تكتب عنها هنت بسيط وتريفير ان انت ان هو الخطوات دي او الطريقه دي موجوده في البحث اللي هو ايه الفلاني، تمام؟ طب نفترض ان انت عملت موديفيكيشن لطريقه معينه، انت حطيت التاتش بتاعتك وغيرت خطوه مكان خطوه مثلا، او حطيت جهاز كتعديل في جهاز معين، في الحاله دي الموديفيكيشن التعديل اللي انت عملته ده هتكتبه، تمام؟ يبقى برضه لو هنا عملنا تعديل هنكتب. طيب بنقول لو انت استخدمت حاجه ويل نون، حاجه معروفه ومشهوره بالنسبه للناس كلها، بتكتبها باسمها البسيط زي ما احنا زي ما انا قايل لك هنا على الشاشه، قايل لك مثلا زي الاف تي اي ار او الاكس راي بالنسبه للناس اللي بتستخدمهم عارفاهم. طيب انت هتكتب الجهاز ده باسمه البسيط، مفيش مشكله، انا استخدمت الجهاز اللي هو الاف تي اي ار ده في الحاجه الفلانيه وخلاص، تمام؟ طب بنقول لو انت كتبت ابريفيشن زي ده كده، انا استخدمت الاف تي اي ار، طب افرض واحد ما يعرفوش هتعمل ايه، يبقى انت لازم لما تكتب اف تي اي ار تفتح قوسين وتعمل ديفينيشن، ده الفورير ترانسفير انفراريد، الاكس ار دي اللي هي اكس راي ديفراكشن، وهكذا، تمام؟ طب بنقول لو انت استخدمت statistical ميثود، لو انت استخدمت اي طريقه احصائيه او داتا اناليسيز او سوفت وير كمبيوتر بروجرام، انت طبيعي لو انت استخدمت اي حاجه statistical، استخدمت اي حاجه فيها داتا اناليسيز او اي بروجرام في الكمبيوتر بتقوله، عشان الشخص اللي بيقرا البحث لو عايز يرجع يعمل زيك بالظبط يقدر يعمل اللي انت عملته، تمام؟ بنقول لو انت عندك سبيسمن، لو انت جمعت عينات، تمام، من اي مكان لازم تقول انت جمعتها منين، زي ما انا كنت بقول لك بتقول. وهنا بقى بنجاوب على السؤالين اللي هم وير اند وين، جبتها منين وجبتها امتى، تمام؟ عشان طبعا لو احنا هندرس التغيرات البيئيه او الظروف او درجه الحراره او الايه المكان الجغرافي بس، تمام؟ طيب بنقول لو انت بتدرس سلوك بعض الناس وليكن في بلد معين او منطقه معينه، لازم تشرح لنا برضو انت عملت الكلام ده امتى وعملته فين ودرست على كام واحد، وتوضح لنا بالظبط انت عملت ايه علشان نبقى نقدر نقول شغلك ده صح ولا لا. دي الحته اللي احنا كنا بنقول ان احنا نقدر نعمل دابليكيشن لشغلك ونقدر ايه نحكم عليه. يبقى هنا بنقول هدفك في الماتيريالز ان انت بتوصف للشخص اللي ما يعرفش انت عملت الحاجه دي ازاي، ان هو يعرف يعملها ازاي، تمام؟ طب بنقول انا يا جماعه هنا هنبدا نقول مثال عملي. المثال العملي اللي انا قلت لك عليه اللي هو البيتزا، هي حقيقي مش اكتر من كده، ان انت هتوصف لنا انت ازاي عملت البيتزا وليكن، تمام؟ هنفترض ان انت بتتفرج على برنامج مثلا في قناه من قنوات الطبخ، والشخص الشيف مثلا بيشرح وهو بيقول لك ان انت مثلا هتشرح ازاي هنطبخ او هنعمل البيتزا دي ازاي، بيعمل ايه؟ اول حاجه بيجي يقول لك والله المقادير بتاعتي الماتيريالز، انا جبت كذا وجبت كذا وجبت كذا، صح ولا لا؟ بعد كده عملت ايه وبدات ان انا البروسيجرز بقى، سي ان هو هيشرح البيتزا، عمل ايه؟ جاب دقيق وجاب زيت وجاب كذا وجاب كذا، وبدا يعجنهم مع بعض، عمل العجين، بعد كده بدأ يفرد العجين، بدأ يحط الصوص، بدأ يعمل ايه، بدأ يحط الحاجات بقى اللي هو ايه
واعملها مثلا بالمارجريتا مثلا، يحطوا الخضار والكلام ده كله، تمام. بدأ يحطها طبعا في الصواني المسؤوله، صح ولا لا؟ طبعا هيقول لنا ان هو استخدم البوتاجاز اللي هو نوعه الفلاني، وكان بيظبط على درجه حراره كام، وسابها كام دقيقه في الفرن، وبعد كده طلعها، وبعد كده عمل، وبعد كده وهكذا. يبقى احنا بنقول تاني، افترض ان انت هتعمل بيتزا، هتعمل ايه؟ ما تنساش الكلام ده، هتقول الماتيريالز اللي انت جبتها، توصفها بالتفصيل، لو في ويت او نسب كيميائيه هتتحط طبعا، لان انت ما ينفعش وليكن تجيب 10 كيلو دقيق مثلا وتحط عليهم معلقه زيت واحده، طبيعي لازم تحط نسب اللي انت استخدمتها. يبقى انت بتوصف الماتيريالز بالنسب اللي انت استخدمتها، هتوصف لنا البروسيجرز بالترتيب الزمني، ما ينفعش ان انت تجيب الدقيق وتحطه في الفرن بعد كده تطلعه بعد كده تعجنه، كلام مش مظبوط. انت بتجيب الدقيق بعد كده تعجنه بعد كده تفرده بعد كده تحط عليه الصوص بعد كده تحط عليه كذا بعد كده تحطه في الفرن بعد كده، اللي هي الترتيب الزمني. ما تنساش الكلام ده كله، وما تنساش ان انت هتقول لنا انت استخدمت البوتاجاز نوعه ايه، واستخدمت وليكن الفرن كان على درجة حرارة كام والكلام ده كله، واستخدمت صواني نوعها ايه عشان لما نيجي نعمل زيك، نعمل البيتزا زيك بالظبط. وطبعا بنقول ما ننساش ان انت تدعي لنا قبل ما تخلص الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.